سيفيرودونيتسك محطة أخرى في خارطة الحرب على أوكرانيا، وكبرى مدن لوغانسك التي لا يزال مصيرها يترنح بين قبضة كاملة للقوات الروسية ومقاومة شرسة للوحدات الأوكرانية. فوق رؤوس المدنيين وسكناتهم المدمرة يتواتر القصف منذ أيام في محيط مدينة باخموت التي تعد الممر اللوجستي الأهم في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. يقول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إنها باتت مناطق محررة، الأمر الذي يفنده زيلينسكي. لقد أدركت معظم الوحدات المحتلة بالفعل أنه ليس لديهم أي منظور في أوكرانيا. علمنا هذا بعد اعتراض محادثات لهم. إنهم يحاولون الآن نشر قوات إضافية في اتجاه دونباس تماما كما يفعلون في منطقة خيرسون لاحتواء تحركاتنا. وعلى صعيد التفنيد أيضا، تتهم أوكرانيا القوات الروسية باعتقال 600 شخص غالبيتهم من الصحفيين والعناصر الموالية لكييف في منطقة خيرسون، بعد أن أعلنت موسكو عن أسر 6500 عسكري أوكراني. ترفع وزارة الدفاع الروسية سقف الاتهامات أكثر، تقول إن قوات كييف تنشر المدرعات وراجمات الصواريخ ومدافع أمريكية فوق صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف ومناطق دونيتسك، وتطلق منها النار باتجاه أراضي روسيا. يحدث ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية بدء الجيش الأمريكي تدريب قوات أوكرانية على أنظمة صاروخية متطورة. كانت إدارة الرئيس جو بايدن وافقت الأسبوع الماضي على إرسالها لأوكرانيا. هي مشاهد ميدانية في مسار الحرب الجارية، بات صوت الرصاص فيها أعلى من أصوات التهدئة التي يجري أحد فصولها على مدار يومين في أنقرة بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. مباحثات جديدة، يبدو أن مدنيي سيفيرودونيتسك ومدن الشرق الأوكراني لا يعلقون عليها آمالا كبيرة.